أرى باكستان تتعرض لكارثة إنسانية كبيرة وذلك بسبب الطبيعة، وسوف تؤدي هذه الكارثة إلى خسارة مادية وبيئية كبيرة وإلى عدد من الوفيات والإصابات. آلاف القتلى والمصابين وغيرهم من المفقودين والمشردين، جميعهم ضحايا فيضانات عارمة وحكومة غير قادرة على مواجهة تلك الأزمة الكبيرة التي تعيشها باكستان، بعدما أصبح ثلث أراضي البلاد مغمورا تحت مياه الفيضانات.